حرص الحكومة منذ بداية تشكيلها على تحقيق مطالب الشعب، ويمكن كان أهم مطلب للشعب عودة الأمن. عودة الأمن يعني أول حاجة القضاء على كل العناصر اللي بتهدد أمن الوطن بصور وممارسات إرهابية، واللي احنا شايفينه على أرض الواقع من جماعات الإخوان المسلمين. الحقيقة الحكومة بتقدم كل الدعم لقواتها المسلحة والشرطة في حربها الشرسة ضد الإرهاب اللي هو بيحاول يفرض مخططات أجنبية على أرض مصر. احنا النهاردة بننقل لهم تحيات الحكومة ممثلة في تحيات رئيس الوزراء والوزراء، وبننقل لهم برضو تحيات الشعب المصري ودعمه ليهم وإصرار الحكومة، وده بيعني إصرار الحكومة على مواجهة على استمرار المكافحة ومواجهة هذه الهجمة الشرسة من ذلك التنظيم الإرهابي اللي عبر عن وجهه القميء. لأن احنا الأمن عندنا بيعني حاجات كتير قوي، يعني عودة الاقتصاد، يعني عودة الاستقرار، يعني عودة الإنتاج، يعني عودة السياحة، يعني عودة الاستثمار، وده أهم هدف من أهداف الحكومة. الحقيقة الحظر الحمد لله بينتهي 6 صباحا، وإحنا منسقين مع شركات النقل ومع القوات المسلحة والشرطة إن بداية حركات النقل من أماكن المواني أو أماكن الجملة إلى أماكن نصف جملة والتجزئة إن ده يكون في فترة النهار، وإن لغاية دلوقتي الحقيقة حتى الحكومة فوضت الغرف التجارية إنها تدي تصريح للنقل حتى في أوقات الحظر. لا الحمد لله لغايه دلوقتي ما فيش اي مشكله. ده بالاضافه برضو ان احنا عندنا قوانين بتنظم العمل في بعض المواقع الاستراتيجيه زي المخابز مثلا. المخبز المفروض بيحتفظ برصيد دي 3 ايام غير اليوم اللي بيشتغل فيه، وبالتالي في اول الازمه ما كانش لسه فيه ازمه على التمويل بالنسبه للضيق. ايضا المخبز ملزم انه يحتفظ برصيد 10 ايام من السولار، وبالتالي ايضا ما كانش فيه ازمه في الوقود، وده اللي هي من رغيف العيش منتظم. ويمكن كلكم لا شغاله كلها بكامل طاقتها، يعني احنا شايفين الحمد لله الوقود متوفر، يعني ما فيش مشاكل الحمد لله. على فكره بالمناسبه الحكومه مشتريه وقود مصر الحكومه الحاليه اللي يكفيها لمده سنه لنهايه السنه، يعني رصيد لنهايه السنه دي، لنهايه السنه الماليه بتنتهي كام؟ 31 يونيو. ايوه، يعني كل احتياجات البلاد، وبالتالي ما اعتقدش ان احنا هنواجه ازمه طاقه مره اخرى كله وتجاز. ما وزير يعني بعض الجرائد نشرت ان قطر ارسلت الى مصر مواد الغاز. ده جزء من تدبير الاحتياجات، لكن انا عايز اطمنك ان الحكومه من اول يوم كان هدفها انها توفر الطاقة علشان ما تنقطعش الكهرباء، عشان حركة الانتاج في المصانع تستمر، عشان الحياة تستمر. فالحكومة كان اول هدف من اهدافها هي توفير الطاقة لمدة عام، وده الحقيقة تيسر سواء بقى بدعم دول شقيقة سواء بفلوسنا. المهم ان احنا حاليا مشتريين كل احتياجات مصر من الطاقة لمدة عام. لا التهريب ده بالتصدي ليه اجهزة الرقابة. لا المعدل اقل طبعا، انت شايف الدنيا يعني صعب دلوقتي لان الاساليب اغلبها. نعم. حضرتك شايف الموقف الغربي من الحكومه المصريه وفي اختلافات، هل ده ياثر على استيراد القمح؟ لا احنا بنشتري القمح على فكره عبر شاشات البورصات العالميه الالكترونيه، فاحنا بننقي السعر شاننا شان اي مستهلك في العالم، ودايما بننوع مصادر الاستيراد، وبالتالي احنا مفيش حد لا حد محتكر التصدير لينا ولا في حد احنا محتكرين الاستيراد منه. لا ده ما اعتقدش، لان البورصات بتتعامل مجرد مع اي مستهلك في العالم. يكفي ل 31 ديسمبر 2013 طبعا بعد الجاب الكبير الفجوه الكبيره اللي كانت موجوده في الحكومه السابقه. احنا جينا ما لقيناش قمح مستورد خالص 4 شهور، وده عمل لنا ازمه. لا لسه احنا بنخلط دلوقتي 75 محلي و25 مستورد. سيادة الوزير عرفنا ان حضرتك
حضرتك كنت مع نقابه الفلاحين امبارح. حصل هل يا فندم هيتم رفع سعر الاقدار دي في موسم التوريد الجديد ولا ده بالاتفاق مع وزاره الزراعه على ضوء بحث التكلفه الفعليه بنحدد السعر، ولازم السعر احنا بنعترف احنا كحكومه لازم السعر يبقى مجزي للفلاح عشان نشجعه. احنا هدفنا ان نشجع الفلاح المصري عشان يبقى اكلنا من ايدينا، وده هدف اساسي للحكومه وللدوله، لان طبعا الاسواق العالميه غير مضمونه. هدف لا، هو انا هقول لسيادتك احنا الحقيقه كان دايما الارقام بتطلع بسرعه عشوائيه، احنا النهارده متفقين ان لازم الارقام تكون حقيقيه، وده مش هيجي الا من خلال الزراعه التعاقديه. واحنا اتفقت يمكن قبل ما نحلف اليمين مع السيد وزير الزراعه، اقترحت عليه ان احنا كل زراعات السلع الاستراتيجيه تبقى بطريقه تعاقديه. التعاقديه يعني بمعنى ان انا بتعاقد مع الفلاح قبل ما يزرع المحصول، ادي له كل تقاوي ومستلزمات انتاج ومبيدات واسمده مقابل انه يبيع لي المحصول بتاعه، وبالتالي على ضوء العقود بتاعتي اقدر اصرح انا عندي قد ايه وابني السياسه الاستراتيجيه اذا كنت هستورد قد ايه. لا، هو الموقف الاقتصادي شيء والعلاقات الاقتصاديه شيء. يعني العلاقات الاقتصاديه الاتفاقات الاقتصاديه قائمه. وجودنا هنا احنا ما فيش ازمه الامن الحمد لله، احنا بنتعافى، الامن بيتعافى، اديك شايف الحمد لله الامن كان منكوس في ثوره يناير استهدفته بصوره اساسيه، وده كان وفقا لنظريه الفوضى الخلاقه اللي الغرب بيروج لها انه لازم يقاود الامن عشان يبقى المجتمع في فوضى فيقدر يسيطر عليها. والحمد لله الامن استوعب الدرس وبدا يتعافى. فانا ما اعتقدش النهارده الامن أدى أداء بطولي زي ما شفت في تصفية البار والتجمعات اللي كانت في رابعة واللي كانت في النهضة، وكان بأقل خسائر ممكنة، ورغم هذا حافظ على المعتدين واتخذ كل الأساليب القانونية تجاههم ولم يتخذ العنف الواجب حتى. شوف أنا هقولك على حاجة، إحنا الحقيقة بصدد في وزارة التموين بالنسبة للرز أو السلع الاستراتيجية إن إحنا نقلل الوسطاء عشان نوفر احتياجات الشعب، وفي نفس الوقت نخفض الأسعار ونضمن للمنتج الحقيقي العائد الحقيقي اللي هو الفلاح. فاحنا دلوقتي بنتعامل مباشرة مع الفلاحين من خلال نقابتهم او من خلال التعاون الزراعي، ودول اقرب للفلاح ويبدأوا يبيعوا لنا محصولهم مباشرة دون وسيط. لا، ده شأن خاص بقى بينهم، شأن خاص بالشعبة نفسها. شوفي، انا ضد الفصل بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية، لان الاتنين بيكملوا بعض. واولا ما فيش حاجة اسمها وزارة التموين، تموين ده لفظ اسير اثناء الحرب العالمية الثانية لما كانت الحرب شغالة من 39 ل 45، ومعروف ان السفن لازم تتوقف، السفن المدنية او التجارية لازم تتوقف اثناء العمليات الحربية، لان لو ما توقفتش واصيبت ما بتاخدش تعويض من شركات التأمين العالمية. علشان كده الدول كانت بتبحث وصيرت مشكلة دولية هي مشكلة تموين البلاد، ازاي يمونوا البلاد وما فيش امداد من دول اخرى. فمن هنا جه لفظ تموين. لكن بعد الحرب العالمية الثانية العالم كله عنده حاجة اسمها وزارة التجارة، ما بتفصلش بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية، لأن أنا أقدر أقول إمتى استورد ويسر في الاستيراد لما السوق يبقى محتاج السلع، وإمتى أمنع التصدير لما يبقى السوق محتاجها. فاللي بيتحكم في التجارة الخارجية وسياستها هي حاجة السوق المحلي، وبالتالي يجب أن مصر يبقى فيها تجارة وزارة واحدة اسمها وزارة التجارة بتضم التجارة الخارجية والتجارة الداخلية. يتبعوا بقى أنهي وزارة؟ انا ضد على فكرة ان وزير يشيل وزارتين، لان في مبدأ في علم الادارة اللي احنا تعلمناه اسمه نطاق التمكن الاداري. التمكن الاداري يعني كل واحد يدوبك يقدر يشيل شيلته، حتى ربنا بيقول ايه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني كل وزارة عندها همها، ما ينفعش ابدا. يعني مش عايزين سياسة بطل الابطال وعبد العال والحاجات دي. مالها طيب؟ لا، نخلص عشان ما فيش هناك. خلاص الصوامع، احنا عندنا مشروع قومي لبناء 50 صومعة. احنا بنينا لغاية دلوقتي 23 صومعة. في صومعة هنفتتحها وحضراتكم هتشرفوا معانا خلال 10 ايام في دسوق في كفر الشيخ، بطاقة تخزينية 60,000 طن. نعم، لا، صومعة معدنية، بطاقة استيعابية او تخزينية، شكرا، 60,000 طن. في صومعة اخرى في برج العرب دي هنفتتحها خلال شهر برضو، وبكده يبقى كملنا 25 الصومعة الاولى. عندنا 25 صومعة لان المشروع القومي بيستهدف 50 صومعة. الحقيقة عملنا في حكومة اللي قبل دي في عهد الدكتور جود عبد الخالق، عمل بروتوكول مع الصندوق التنمية السعودي
جبنا التمويل الأجنبي لبناء ال 25 صومعة الأخرى وهو 336 مليون دولار ريال سعودي، دول يكفوا التمويل الأجنبي ل 25 صومعة الأخرى. احنا هنبدأ فيهم خلال شهرين في طرح أول 7 منهم ووضع حجر الأساس ليهم، ثم 8 ثم 10، يعني هنطرحهم على 3 دفعات 3 مراحل. 7 صوامع، المرحلة الثانية 8، المرحلة الثالثة والأخيرة 10، وهننتهي من بنائهم بإذن الله في خلال سنة ونص. وبالتالي يبقى عملنا منظومة جديدة لمصر فيها 50 صومعة، وده يعني كنا حلم بنحلم بيه من زمان. تمام. ايوه. لا انا ما عنديش اجتماع النهارده مع موردين. مين قال؟ لا لا النهارده في اجتماع جهاز حمايه المستهلك، ده اللي في الجدول بتاعي. مع الجهاز؟ ما احنا هتبقوا معانا. ماشي. انتوا هتبقوا معانا. نقول لكم بقى هناك، انا يمكن انسى. يمكن لا انا قلت كده. قلت كده. انت قلت كده فين؟ لا ازاي بقى؟ ده انا عايز مفتشين تموين تاني عندك؟ لا يا فندم لا، لازم يشتغلوا بالمال. يعني انا السوق حر، يعني مش فوضى برضو عشان المواطن الغلبان. ازاي يعني؟ اولا احنا مش هنعتدي على تاجر ولا نخالف القانون مع تاجر، لكن لابد ان احنا ناخد التاجر ياخد حقه والمستهلك ياخد حقه. احنا طبيعي هنمده علشان المدارس والناس تقدر تشبع احتياجاتها. وعلى فكرة احنا اسلوب المعارض قائم، وهنعمل معرض للعودة للدراسة، هنوفر فيه كل السلع. احنا فيه على فكرة كذا آلية بنتبعها لتخفيض الاسعار في مصر ومحاربة جشع التجار، جشع بعض التجار يعني. منها آلية المعارض الموسمية في كل المناسبات زي الاعياد ورمضان والمدارس العودة للدراسة. عندنا ايضا دي آلية اولى المعارض. الآلية التانية سيادتك ان احنا اتفقنا مع وزارة الاستثمار والشركة القابضة للصناعات الغذائية ان احنا نعمل تخفيضات لأهم السلع اللي بيحتاجها المواطن في حياته في نهاية العشر ايام من كل شهر، وده من يوم 22 اللي هو بكرة. في اكتر من 22 سلعة بنعرضهم في المجمعات الاستهلاكية، النيل والاهرام واسكندرية للمجمعات، وشركتين الجملة المصرية والعامة اللي هم بيغطوا جميع محافظات مصر إبلي وبحري واللي بيصلوا للقرى والنجوع بتخفيضات تصل من 10 إلى حوالي 20%. منها اللحوم مثلا من 44 مثلا إلى 40، ده اللي أنا فاكره. ده الأصناف المجمدة. من 10 إلى 20%. منها السكر، السكر من 4.5 جنيه إلى 4 جنيه في المجمعات في الـ في الـ في الـ في العشر ايام دول، يعني اللي بنسميهم فتره التخفيضات يعني. وده اسلوب برضو الهدف منه ان احنا نخفض السلع للمواطن. وعلى فكره هي دي فكره الاوكازيون كانت في فرنسا. يعني في فرنسا بداوا الاوكازيون ازاي؟ ان في نهايه الموسم، عشان فرنسا بلد الموضه، الموضات بتتغير، فبداوا يقولوا طب ما نعمل فرصه نبيع بقى الموضات القديمه بسعر مخفض علشان نقدر نستقبل الموضات الجديده اللي هتبقى ليست ذات جدوى عند التاجر. فسموه اوكازيون، وكلمه اوكازيون بالفرنسيه تعني فرصه، والفرصه هنا تعني ثلاث اطراف: المستهلك انه يقضي احتياجاته من سلعه الموسم بسعر اقل، والمنتج انه يبيع كل اللي عنده يتخلص من كل بضاعه الموسم قبل الموضه الجديده ما تيجي، والمجتمع ان يحصل فيه رواج اقتصادي.